نعم إبراهيم، نعم، شاهد تحياتي من أهالي هذه المنطقة وأهالي محافظة المفرقة. كما تحدثنا قبل قليل لرؤية اتحاد الجمعيات، لرؤية الجمعيات الخيرية ودورها التنموي والخيري والريادي، وأيضا في دعم وتنمية هذه المناطق وخصوصا مناطق البادية. هنالك أيضا عدد من الجمعيات، ولكن نحن الآن موجودون في جمعية الزعتري للتنمية الاجتماعية، لما قامت به هذه الجمعية من برامج ومشاريع وأيضا إنشاء بنى تحتية ومشاريع جديدة ومباني لهذه الجمعيات. هذا يدل على حرص هذه الجمعيات وحرص أهالي هذه المنطقة الذين يعملون بمثل هذه الأعمال التطوعية والخيرية، الهدف منها هي خدمة المواطن وتحقيق ما يطلب منهم من خدمات ومشاريع ريادية. للمزيد أكثر يسرنا أن يكون معنا هذا الصباح السيد مدلة الخالدي، رئيس جمعية زعتري التنمية الاجتماعية وأيضا رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة المفرق. يسعد صباحك. صباح الخير دكتور يوسف، أهلا وسهلا فيك التلفزيون الأردني، وشكرا على جهودكم الطيبة المباشرة دائما في نقل الحدث من أي مكان في المملكة الحبيبة. نعم، هذا واجبنا سيد مدلة. جمعية الزعتري، نبدأ من جمعية الزعتري للتنمية الاجتماعية، دور هاي الجمعية في مثلا إقامة مشاريع، إقامة البنى التحتية، دور هاي الجمعية في خدمة المجتمعات المحلية؟ سيدي بصراحة جمعية الزعتري للتنمية الاجتماعية تأسست عام 1984، واستطاعت هذه الجمعية لنشر الوعي الثقافي وجميع المشاريع، والحمد لله احنا شركاء مع 6 أو 7 مؤسسات وطنية، وهي المشاريع أنجزت وكونت على الأسر مشاريع تنموية أدارت هذه المشاريع مصاريفهم اليومية والشهرية والسنوية، واستطاعت هذه المشاريع أن تكون هذه الأسر في يعني عيشة معيشة كريمة لهؤلاء المستفيدين من هذه الجمعية. والحمد لله الفضل لله، ومؤسساتنا كانت دعمتنا محافظة أقراضية كثيرة، وآخر محفظة أقراضية أخذناها من نهر الأردن، وهاي المحفظة كانت زراعية وجيدة جدا، استفاد منها عدد كبير من أهالي منطقة الزعتري وضواحيها. نتحدث مدلة دائما الجمعيات تعاني مثلا من عدم وجود مباني، لكن هنا هذه الجمعية هنالك مباني، يعني نحكي كأساس مثلا لديمومة عمل هذه الجمعية. تحدثنا عن المبنى الموجود الآن، هل هو مستأجر، مبنى جديد، وهل هنالك مشاريع استطاعتوا استثمار مباني لهذه الجمعية لتعود بالفائدة مردود مالي للجمعية وأيضا لتنفيذ مشاريع أخرى تعود على المواطن؟ سيدي شكرا. بالنسبة لجمعية الزعتري عندها ملك تقريبا خمس دونمات ملك للجمعية، واستطاعت الجمعية إنشاء مبنى، وهذا المبنى كان ريع للجمعية الجديدة، مأجرينه لوزارة التربية والتعليم، ويعني حلينا مشكلة اكتظاظ بلد كاملة، والحمد لله هذا المبنى 3 طوابق يعني مدرسة أساسية. أيضا من خلال ريع هذا المبنى كوننا مبنى جديد اللي شايفه أنت هنا، المشاريع التنموية استفادت ما يقارب 500 أسرة في بلدة الزعتري، سواء كانت زراعية أو سخانات شمسية أو بقالات أو مشاريع ألبان، يعني الحمد لله، حتى أنه الطلبة الجامعيين تمكننا من محفظة أقراضية مخصصة لهؤلاء الطلبة والطالبات، تقريبا تدريس 40 طالب وطالبة، منح وقروض بدون فوائد. أيضا كنا نسير رحلات عمرة، والحمد لله تقريبا 4 سنوات وإحنا نسير للأيتام، والجمعية استطاعت أن تغطي العدد الكبير من أهالي منطقة الزعتري في جميع احتياجاتها وجميع المستهدفين، سواء كان كبار سن من عربات، واستطعنا أن نحصل على يعني أجهزة طبية من فاعل خير، أجهزة الضغط وعربات وأسرة طبية وجميع ما يلزم لهؤلاء المعاقين أو ذوي احتياجات الخاصة. الجمعية قادرة وقديرة، واستطاعت أن تغطي جميع
احتياجات هذه المنطقة. نعم. مد الله يعني نتحدث أيضا، هل وصلتم للفئات المستهدفة؟ تعملوا دراسات مثلا كون هاي الجمعيات من أهدافها هي يعني الفئات المستهدفة، الأسر المعوزة، المناطق اللي بحاجة لشد فقرا، بحاجة مثلا لمشاريع تنموية، تعملوا دراسات من قبلكم كجمعيات مثلا للوصول لهذه المناطق؟ سيدي بصراحة احنا عندنا بالجمعية يعني فريق متطوع من ذوي الكفاءات، جامعيين ودكاترة معي في الهيئة الإدارية، 7 من الأشخاص اللي عندهم الرغبة في العمل التطوعي، وجميع الهيئة العامة تقريبا 54 فرد، وحتى معنا يعني أشركنا القطاع النسائي في هذا المجال. أيضا عندنا مسح ميداني على هذه الأسر اللي ذكرتها دكتور يوسف، أيضا عندنا قاعدة بيانات كاملة لذوي الاحتياجات، للأيتام، للأرامل، للأسر العفيفة، يعني متنوع قاعدة البيانات هذه، تريحنا وتسهل أمور الجمعية. أيضا أنت شايف وأخوان الزملاء إحنا الآن في صدد إنشاء وتطوير هذه الجمعية من خلال حدائق، من خلال التحسينات في هذه الجمعية، حتى إحنا نحظى باهتمام أهالي المنطقة، ويعني ونحقق رؤى طموحات جلالة سيدنا. إحنا متطوعين نتمنى أنه نوصل جميع الأهداف إلى مستحقيها من خلال عملنا التطوعي اللي إن شاء الله يكون أجره عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. في سؤال آخر مهم جدا، هل نقدر نحكي أنه تحولت الآن الجمعيات من عملية المساعدات للعملية التنموية، للعملية المشاريع؟ وكما تحدثت قبل قليل إن شاء الله سنكون بالفقرة الأخرى للطلاع ميدانيا على المشاريع اللي عملتوها للمواطنين. يا سيدي أنا أشكر وزارة التنمية الاجتماعية اللي دائما دعمتنا ودعم الجمعيات النشيطة. حقيقة أنا يعني فخور جدا بهذه الجمعية، وهي الجمعية أنا أعتبرها مؤسسة يعني اتطورت وتحسن وضعه وصارت يعني تغطي احتياجات المنطقة كاملة، وجميع المستهدفين في منطقة الزعتري قاعدين إن شاء الله تصلهم جميع الاحتياجات في هذا المجال. الله يعطيكم العافية. شكرا. نعم يعني كما يعني الآن ممكن زميلنا إدريس يستعرض الجمعية المبنى الجديد، ويسرنا أن يكون أيضا معنا أحد المستفيدات من هذه الجمعية. يعطيك العافية، نتعرف عليك. آيات سعد بني خالد، طبعا عمري 23 سنة، خريجة محاسبة وقانون أعمال بجامعة أهل البيت. طب مليح أنك يعني خريجة جامعة، البحث عن الوظيفة في هذه الأيام، كيف اخترتي هذه الجمعية وشو المشاريع اللي عملتيها واللي استفدت منها؟ أنا من عمر 15 سنة متطوعة بهاي الجمعية، احنا تربينا فيها، وحاليا الحمد لله فضل الله لما دخلت الجامعة كنت يعني مدربة، وكنت مدربة موارد بشرية، مدربة ناظرات، عملنا على كتير أهداف. يعني لولا هاي الجمعية ولولا هذا المكان محتوى الشباب ما صاحت الفرصة أنه أنا صبية عمري 23 سنة يعني موجودة بهذا المكان ومدربة وإلي اسم بالمنطقة وقائدة شبابية في منطقة الزعتري. شو أهم البرامج الشبابية اللي تم التركيز عليها، الدورات، البرامج، وكم من الفئات الشبابية اللي استفادت، وهل الشباب اللي أخذوا الدورات أقاموا مشاريع؟ طبعا الحمد لله بفضل الله احنا حاليا عاملين منصة تدريب الشباب مع جائحة كورونا، طبعا عدة أهداف تستهدف الفئة العمرية من 19 ل 35 سنة اللي هي فئة الشباب، ركزت على كتير أشياء، رفع مستوى الشباب، صقل المواهب. أنت زي ما أنت شايف مع وضع كورونا حتى مواهب الشباب يعني ما كان في حد يحتويها. استمرتوا بالعمل رغم جائحة كورونا؟ رغم جائحة كورونا بعد يعني ما فهمنا الأمور الصحيحة والقواعد الصحية السليمة مشينا عليها، والحمد لله لسه الأمور التدريبية ماشية، ولسه في عنا كمان تدريب للصبايا على الصابون والشباب، في عنا تدريب الحلاقة، في عنا عدة تدريبات نعطيها للشباب بهاي الجمعية. وبصراحة لولا هذا المكان وأي مكان يعني موجود مثل هيك واحتوى الشباب ما لهم أي وجود صراحة. يعني أنا كصبية هاي قصة نجاح كتير بالنسبة لي حلوة، أن عمري 23 مدربة وقائدة شبابية في منطقة الزعتري. أنا بصراحة كيف وجدت اندماج الشباب اللي عملتوا لهم دورات، تفاعلوا مع هاي المشاريع هاي البرامج؟ أول إشي صراحة جدا كتير عدد عالي، لأنه إحنا كشباب الأول إشي نخجل أنه نحكي، ما بنقدر أنه بنوقف قدام حدا، هي مشكلة أي شاب وصبية بالبداية. بس الحمد لله فضل الله هاي شبابنا بيوقفوا بيحكوا بيعطوا نشاطاتهم كل قوة، وفي حاليا شباب عندنا موجودين منطقة الزعتري
فاتحين مشاريع عديدة. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك، شكرا. نعم، كما شاهدنا على أرض الواقع هذه الجهود وهؤلاء الشباب وهذه الجمعية، يعني كيف تحولت هذه الجمعيات إلى جمعيات تعاونية، جمعيات تنموية، جمعيات إنتاجية، وجمعيات أيضا استثمارية تعود بالفائدة على المواطنين. سنكون معكم إن شاء الله نماذج حية لبعض المواطنين الذين استفادوا من هذه المشاريع التنموية. عودة لك إبراهيم وشاهد في الاستوديو.